هو المرتبط بتقديم النائب أسامة شرشر عضو مجلس النواب مذكرة لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، وهي مذكرة موقعة من 25 من الأعضاء مرتبطة بمعايير سفر النواب. النائب أسامة شرشر يمكن حتى هذه اللحظة كنائب منتخب مستقل لا أعرف المعايير التي يتم على أساسها اختيار النواب للسفر، وأن هناك حالة من عدم العلنية وعدم الشفافية، ويمكن قال يعني الموضوع بتتعاملوا معاه وكأنه سر حربي ممنوع معرفته. عشان نعرف أكتر يعني تفاصيل ما يجب أن تكون عليه الأمور في هذا الشأن، ينضم إلينا عبر الهاتف الآن النائب أسامة شرشر عضو مجلس النواب. مساء الخير يا فندم. يعني ردا على الاعتراض اللي حضرتك قلته ده، ماذا كانت الإجابة؟ يعني أنا يعني دعني أقول لك بأمانة أنا الحقيقة مش سامع حضرتك خالص. هناك كده كويس صوت؟ اتفضل. دعني أتحدث بأمانة مهنية وأخلاقية أن هناك حالة غضب لدى السادة النواب في مجلس الشعب من عملية سفريات، ليست سفريات في حد ذاتها ولكن لعدم وجود شفافية. يعني أنا بنقول أن الناس اللي سافرة بيعلن أسمائهم والدولة التي سيذهبون إليها، ويبقى في أسس موضوعية ومعيارية في الاختيار على أساس تبقى كل المسائل واضحة أمام السادة النواب. وتحدثت مع الطرح اللي حضرتك بتقوله ده كان أثير قبل ذلك مع تشكيل وفد من النواب للسفر للبرلمان الأوروبي، إيه اللي خلى حضرتك تعيد هذا الطرح؟ لم يتغير أي شيء على الإطلاق، وإن موضوع السفر مش في السفر في حد ذاته، لكن وضع أسس وضع معايير يبقى في شفافية. دايما هم بيبعتولنا في الأمانة العامة جداول اللجان والجلسات، يبعتولنا على الأجهزة بتاعتنا على التابلت، يبعتولنا ان احنا هو اللي بيتم دلوقتي سيادة النائب اللي بيتم حاليا، لانه في الموقف اللي فاتت قال ان احنا خدنا ممثلين تقريبا من اغلب الاحزاب، وانه في تمثيل نسبي يعني ربما. الخيارات والاختيارات لا تخضع لاي مقاييس او معايير نسبيه، بدليل حاجه واحده، انا كنائب منتخب مستقل اعتقد ان المستقلين هم المعذبون في هذا المجلس، وهم بيمثلوا القوه الضاربه في المجلس، بيمثلوا 360 نائب، ولكن هناك بعض احزاب ممثلة باثنين وواحد والكلام ده، هي التي تسافر، هي اللي موجودة في كل الاختيارات، هي اللي موجودة في الشعب، هي اللي موجودة في البرلمانات. وذلك أنا قلت للدكتور علي عبد العال، وهذا الرجل دعني أقول بأمانة، يعني هذا الرجل بينصت جيدا، هناك عنده شيء من الصراحة ونحن نحترمه ونجله كأستاذ. بس إلى أي مدى سعادة النائب يعني في اعتبار، لانه هذا خلينا نقول الاعتراض او هذه الملاحظه هي ملاحظه مشتركه، لان ممكن كمان اللي يبص للعدد 25 زائد 1 اللي وقعوا على المذكره اللي حضرتك قدمتها. ده كان ممكن يا استاذه نيمي النهارده يوقع اكثر من 150 طب من واحد، ما وقعوش. الجلسه كانت بدات تمام. طيب انا خمس دقائق تم توقيع 25 نائب. طيب. وانا بقول لحضرتك وبقول برسل رساله من قناه من خلال قناه النهار، ان ما زالت الاختيارات والمعايير غير واضحه وغامضه وغير محدده، وتمثل نوع من انواع الغموض، وتعتبر سر حربي. طيب وماذا بعد؟ وماذا بعد سيادة؟ حضرتك بتقول تواصلت مع الدكتور علي عبد العال وهو يستمع. استمع. الموضوع وقال لي انا قلت له بعت لنا على التابلت بتاعنا اختيار سين صاد عين ليه؟ والكلام ده والناس تريح، بس نبقى عارفين مين سافر ومين ما سافرش وامتى السفر. لان احنا بنفاجئ، انا بعرف هذا الكلام من عندي من المحرر الزملاء المحررين الصحفيين، هم اللي بيبلغونا عن سفرات المجلس ونحن كنواب لا نعلمها، وهذه هي الطامة الكبرى من حقنا. يعني بالتأكيد، وأنا بقول لحضرتك أنه فتح هذا الملف في أكثر من موقف سابق، و
يعني على الأقل بقي الوضع على ما هو عليه. حضرتك بتقول لا أعتقد أن الدكتور علي عبد العال هيبقى فيه موقف، وأعتقد هيبقى فيه نوع من الوضوح ونوع من الشفافية، وتعلن أسماء السفريات لو حد، لكن وصلت. أن يسافر نائب مرة واثنين ويقال أنه مسافر على حسابه، هذا مرفوض شكلا وموضوعا. وصلت الفكرة. النائب أسامة شرشر عضو مجلس النواب عن دائرة منوف. وبما أننا كنا بنتحدث